السلام عليكم، معكم أستاذ مصطفى جبرين. اليوم رايحين نتعلم في درس الرياضيات عن الأعداد الأولية للصف الرابع. بتأمل برضو نفس الشيء يكون عندنا درس مهم منيح، لأنه الأعداد هاي الأولية إحنا بحاجة لإلها في كثير من الأمور ورايحين تشوفوا. الأمر الآخر راح أعطي هاي المرة مدة التدريب في البيت أكثر شوي من الدروس اللي فاتت، لأنه طلبوا مني إنه يكون التدريب أوسع على أساس أنه كل طالب يقدر يحل كل الوظائف المطلوبة منه. نبدأ. إحنا كنا اليوم نتعلم عن الأعداد الأولية والأعداد القابلة للتحليل. خلال طبعا الدرس راحين نعمل إيجاز للمواضيع اللي تعلمناها، وبالأخير زي كل مرة في عندنا مهمة للتدريب اللي أنتم تحلوها وتبعثوها لمعلمينكم. شو المطلوب منا؟ وهي المرة المطلوب منا جدا يمكن ما يكون موجود دفتر حساب، مسطرة، وأدوات كتابة، وبالذات يكون ألوان، لأنه رح نحتاج لألوان. شو اللي احنا بنعرفه قبل أن نبدأ احنا في الدرس؟ شو اللي حاجة بنعرفها واللي احنا بحاجة لإلها من شان نتعلم موضوع الأعداد الأولية؟ احنا من هاي المرة الأعداد الأولية بنتعلمها بطريقة شوي صغيرة تختلف عن اللي بيكتبوها في الكتاب، يعني أو اللي بتعلموها في الكتب أو المكتوبة في الكتب، يعني بيكتبوا مباشرة شو معنى عدد أولي. احنا هاي المرة بنعملها بطريقة أخرى، وانتبهوا معي على الطريقة اللي احنا بدنا نتعلم فيها. لذلك احنا بحاجة هسه في بداية لأشياء بنعرفها. أول شغلة مساحة مستطيل. كيف أنا بوجد مساحة مستطيل؟ مساحة مستطيل بوجدها عن طريق حاصل ضرب العددين المتجاورين. حاصل ضرب الضلعين المتجاورين. صحيح كازم بكل الطول والعرض، هذا برضه صحيح مشان يسهلوا علينا، ولكن من ناحية رياضية هن عبارة عن طولين، مش طول وعرض، طول وأيضا طول. لذلك أنا باجي بقول في المستطيل مشان أوجد أنا مساحته حاصل ضرب الضلعين المتجاورين. فلذلك حاصل ضرب الضلعين المتجاورين بيعطينا مساحة المستطيل. فأخذنا مثال في عند هذا المستطيل اللي إذا انتبهتوا أنتوا أحد الأطوال 4 والطول الآخر هو 3، مشان أوجد أنا مساحته عملت 4 ضرب 3. بالعمادة سجلت في كل خالي، يعني في عند كل خلية وكل خانة هناك موجود عدد التربيعات اللي موجودة أو عدد البلاطات اللي موجودة في هذا المستطيل من 1 لعند 12. ليش أجد 1 من عند 12؟ لأنه في عندي 4 أفقيا 3 عمودة، فكان عددهن 4 ضرب 3. لذلك هاي المادة احنا بنعرفها من قبل، انه حاصل ضرب العددين المتجاورين بيعطينا مساحة المستطيل. نبدأ في الخطوة اللي بعدها. في عندنا هنا برضه شغلة اللي لازم احنا ننتبه لها، هل المربع هو ايضا مستطيل؟ الجواب نعم، لانه كل مربع هو مستطيل، بس مش كل مستطيل هو مربع. لانه المربع في كل صفات تبعات المستطيل. يعني هو متوازي اضلاع، زواياه قائمة. بس المربع لأنه شوي مدلل في زيادة إشي إنه الأضلاع المتجاورة أيضا متساوية. لذلك المربع هو مستطيل، بس الإشي العكسي إنه كل مستطيل هو مربع غير صحيح. فالصحيح إنه كل مربع هو بيجاوب على كل الشروط تبعات المستطيل. لذلك كتبنا كل مربع هو مستطيل، ومش بالضرورة كل مستطيل هو مربع. نأخذ مثال. عندنا هذا المربع، اذا بطلع عليه هو انه مستطيل، بس هاي المرة الطول والعرض او الضلعين المتجاورين هن متساويات اللي هن 3 بـ3، وطلع لنا الجواب 9. اذا طلعنا في عنا 9 بلاطات، فالمربع ايضا هو بعتبره مستطيل. فلذلك عنا احنا المساحة تبعت هذا المربع هي 3 ضرب 3. لذلك بننتبه لما بيجي عندنا سؤال ابحث عن مستطيل بحسب الشروط التالية، نأخذ بعين الاعتبار انه ايضا المربع هو مستطيل. عندنا مسألة، المسألة بتقول ما يلي: ارسم جميع المستطيلات التي مساحتها 12. انتبهوا معي، المساحة تبعتها تكون 12 في اكثر من مستطيل. ابحث بس عن كل المستطيلات اللي مساحتها 12 سنتيمتر مربع. انتبهوا لكلمة سنتيمتر مربع. سنتيمتر مربع اللي هي التربيع اللي هي البلاطة. فبعطيكم أنا هسه 3 دقائق بتحلوا هذا السؤال، وأنا بذكركم هسه 3 دقائق وأنا بتأمل إنكم توجدوا كل المستطيلات اللي مساحتهن 12 سنتيمتر مربع.
تفضلوا. بتاعت ليه مع ابو ده؟ يعطيكم العافية، رجعنا لكم. هاي احنا احد الحلول. اذا انتبهتوا في عندي مستطيل، بعرفش قديش اللي كتبوا هذا المستطيل، اللي هو عبارة عن احد الاطوال 12 والطول الاخر 1، بدكم تعتبروها الطول 12 والعرض 1 برضه صحيح. واذا بعد انا عدد التربيعات اللي موجودة، هذول الزرق هن عددهن 12. هذا كان احد الحلول. حل اخر اللي كان، انا متأكد انه معظمكم كتبوا هذا الحل، اللي هو انه احد الاطوال 4 والطول الاخر 3. وبهي الحالة هنا اذا بعد عدد التربيعات، اسف، هنا عدد البلاطات هنا 12. صحيح انه هنا بكل تربيعات، مع انه هنا جاي الشكل شكل مستطيل. القصد منا احنا هاي الوحدة القياس اللي هي اخذناها البلاطة المستطيلة، كم من بلاطة استعملنا تنغطي كل المستطيل، لذلك استعملنا 12 بلاطة. ماشي، احنا بنكتب سنتيمتر مربع بصراحة. يعني هنا نوعا ما فيش دقة، هذا مع انه المفروض كان يبقى عندي اكثر تربيعات. بس الهدف تبعنا احنا هسه الوحدة هاي اللي هي البلاطة الحمراء، كم من واحد استعملتها تمني غطيت كل المستطيل. صار عندي حلين. حل الثالث اللي هو كان الطول او احد الاطوال 6 والطول الاخر 2،
إذا طلعنا بيطلع لنا 12. الثلاث مستطيلات هذولا من ناحية مساحة هن متساويات. من المتساويات من ناحية مساحة. من ناحية محيط لا. بدنا نشوف تساوي المحيط لأنه تعلمنا احنا الدرس السابق عن إنه العلاقة بين محيط ومساحة في مستطيلات. بدنا نشوف تعلمنا لأنه احنا اليوم إن هدف آخر هو الهدف نتعلم عن الأعداد الأولية. نكمل. هنا يا جماعة في عنا ارسم جميع المستطيلات التي مساحتها 7 سنتيمتر مربع. قبل بكى عنا 12. بكى عنا 3 حلول. هسا نرسم مستطيلات كل المستطيلات اللي مساحتها 7 سنتيمتر مربع. بدي اعطيكم هسا دقيقتين دقيقتين تجربوا تحلوا. اتفضلوا. دقيقتين مخشوف. رجعنا لكم. تعالوا نشوف شو الحال. الحال طبعا زي ما حلينا بالاول ذاكرين لما كان عندنا طلب مساحة 12. اول واحد الكنا اللي هو 12 و1. يعني 12 ضرب 1. هو طبعا ريح 7 و1. هل توجد حلول اخرى؟ انا بصراحة دورت. بس ما لقيتش. عند الاحساس برضو انتم شرحين تلكم. لذلك شو الفرق بين هذا التمرين والتمرين اللي فات؟ صحيح السبعة فيش لها إلا حل واحد اللي هو 7 و1، يعني 7 ضرب 1. بينما ب 12 كان عندنا 3 حلول. 12 ضرب 1، 2 ضرب 6، 3 ضرب 4. لذلك في عندنا صار فرق ما بين نوعين هذول الأعداد. هذا 7 له بس حل واحد. 12 له أكثر من حل. لذلك بدنا ندور على أعداد أخرى زي 7. زي 7 اللي إلها بس ماله حل واحد. بين 1 لحد 10. فاهمين علي؟ يعني بدي أدور هسا على أعداد أخرى غير 7. إذا بدي أجي أرسم مساحتها يعني بدي أجي أقول نفرض 4. أرسم مساحة كل المستطيلات اللي مساحتها 4. بدناش نجرب طبعا كل الأعداد، إحنا أخذنا بس لحد 10. بس هاي المرة بدنا نركز على الأعداد اللي مالهن اللي هن فقط بيعملن بس مستطيل واحد. لذلك قضية هسه بعطيكم وقت. هاي المرة الوقت بعطيكم إياه كمان مرة 3 دقائق. تفضلوا. We'll be right back.
يعطيكم العافية. طلع شو بدي أعمل؟ بدي شيء نكتب هسه الأجوبة، لأنه الأجوبة في آخر الدرس راحين نصرهن مش بس لحد العشرة حتى المية. بس اللي بدي أطلب منكم حاليا اعملوا هذا الجدول اللي هو بس لحد العشرة، بديش تعملوا زيادة عن عشرة. أجي أقول أي أعداد اللي أخذت بس تمرين واحد، زي مين مثلا؟ مظبوط الخمسة، صح الخمسة فيش عنده إلا بس حل واحد اللي هو خمسة ضرب واحد. عدد آخر السبعة جربناه بنعرفه، في كيسين بكل التسعة، شو رأيكم؟ تسعة لا، ليه؟ لأنه تسعة ضرب واحد وتسعة، ثلاث ضرب ثلاث تسعة، لذلك التسعة بتيجي وين؟ على أكثر من إمكانية. لذلك اللي بدي أطلب منكم هسا هذا الجدول تتذكروه، تأخذ لحد العشرة وتكتبوا الأعداد اللي إلها بس حل واحد تحطوها على وين مكتوب إمكانية واحدة فقط، والأعداد اللي إلها أكثر من إمكانية حطوها في وين مكتوب أكثر من إمكانية، وعلى جنب اكتبوا التمارين اللي تلائم كل واحد. بنكمل يا جماعة، بنجي للتعريف. إحنا اليوم بعد هسه ما عرفنا إنه في عنا أعداد اللي إلها فقط تمرين واحد مشان نكتبها، تمرين ضرب مشان نكتبها، وتمارين أخرى لا، فبنيجي للتعريف. التعريف بيكون ما يلي: العدد الاولي اللي هو بيكون له تمرين ضرب واحد، لذلك هيك العدد الاولي هو كل عدد له عاملان مختلفان فقط. عاملان مختلفان، حطيت كلمة مختلفان باللون الاحمر ليه؟ ممتاز، لانه في عندنا مشكلة بتصير مع الواحد. الواحد اذا بدي اكتبه انا في له مساحته هي واحد ضرب واحد، بس هنا العددين مش مختلفين، لذلك الواحد هو ليس عدد أولي، هو لحاله. طيب وشو مع الأعداد اللي هني مش أعداد أولية؟ شو تسمى؟ تسمى أعداد قابلة للتحليل، يعني أنا بقدر أحللها. أحللها إيش؟ للأعداد الأولية. في قسم حتى سمونها هذول الأعداد الأولية سموها أعداد بناءة. شين أعداد بناءة؟ يعني أعداد بناءة هي زي حجر البلوك اللي ببني منه عدد آخر جديد، يعني زي الأربعة هي مبنية من اثنين ضرب اثنين. اثنين هو عدد أول اللي حكينا عنه قبل شوي، والستة هو أيضا عدد قابل للتحليل على حسب ما أنتوا حليتوا قبل شوي، هو يساوي اثنين ضرب ثلاث. لذلك كل عدد أنا بقدر أكتبه كتمرين ضرب في أعداد أولية بنسميه عدد قابل للتحليل، وبنسميه أعداد مبني من الأعداد الأولية. تعالوا ناخذ مثال. مثلا الستة، ستة مبنية من اثنين ضرب ثلاث، اثنين أولي والثلاث أولي. الستة وثلاثين مبنية من مرتين اثنين ومرتين ثلاث. بس اثنين واثنين والثلاث والثلاث هني أعداد أولية، فبيجي نقول بنينا الستة وثلاثين من أعداد أولية. لذلك سموها قسم بسموها أعداد بناءة. بناءة احنا بنينا منها. أولية لأنه هي برضو على نفس المبدأ، هي من الأول، هن الأساس. يعني إذا أنا باجي بفكر من ناحية الرياضيات هن الثنتين نفس المعنى إلهن. عندنا السبعين بالعمالة أخذت هسا عدد آخر، سبعين. سبعين مبني من اثنين ضرب خمسة ضرب سبعة. اثنين أولي والخمسة أولي والسبعة أيضا أولي. لذلك عرفنا هسا ليش اسمها أعداد أولية، وعرفنا ليش اسمها اعداد بناء. على فكره في قسم بيعرفوا الاعداد الاوليه ايضا انه هو العدد اللي له قاسمان مختلفان فقط، قاسمين مختلفين فقط. بس احنا اليوم اخذنا عاملين عاملين ضرب لانه اخذنا احنا عن مساحه المستطيل مشان يسهل علينا. لذلك اللي منكم يتعلم عن الاعداد الاوليه والمعلم قال له انه العدد الاولي هو ايضا عدد اللي له قاسمين فقط، قاسمين مختلفين فقط، وايضا صح. في من بدايه الحضاره العالم بفكر دائما في عجائب الارقام. في الحضاره اليونانيه القديمه في عالم اسمه ارسطو طاليس فكر في هاي الاعداد، فعملها زي غربال. شو يعني زي غربال؟ كأنه حط الأعداد في غربال وبدأ يغربل فيهن. الأعداد اللي مش أولية تنزل، والأعداد الأولية تظلها
في الغربال من فوق. شو اجى عمل؟ وهسه بدي اياكم انتم تعملوها. عمل ما يلي، انتبهوا شو عمل. عمل جدول، الجدول من 1 إلى 100، عمل كل سطر فيه 10. هسه بدي اعطيكم انا برضو وقت لمدة 3 دقائق، انتم لحالكم تكتبوا من 1 حتى 100، من 1 حتى 100. عندكم تعملوا جدول تكتبوا من 1 حتى 100، وانا معطيكم 3 دقائق. اتفضلوا. بعد ما عملنا الجدول وكتبنا فيه الأعداد لحد 100، تعالوا نشوف من البداية. الواحد كنا هذا وضع خاص، حطوه على جنب. 2 إمكانية فقط، إنه 2 ضرب 1، فيش إمكانية أخرى، فهو أول عدد أولي. شو حسب رأيكم هسا الأعداد اللي بنبنيها من 2؟ صحيح كل عدد بقسم على 2 لا يمكن يكون اولي، لذلك اول شغله هسه بدنا نعملها، كل الاعداد اللي بتقسم على 2 او بمعنى اخر كل الاعداد الزوجيه ما عدا 2 بنقدر نشطبها، يعني هي بتصير قابله للتحليل. صحيح الغربال بنزل من الغربال، ماشي. لذلك اطلع على اللون الاصفر، اللون الاصفر هون عندنا هن الاعداد اللي نزلن من الغربال، وظلين الاعداد هسه السود. بس هل يا ترى كل هذول الاعداد السود اللي ظلين هن اعداد اوليه؟ طبعا لا، هذول كل الاعداد اللي نزلناهن بسبب 2. نيجي على 3، الثلاثه هل هو عدد اولي؟
بمعنى هل عندي بس إمكانية واحدة إن ألك تمرين ضرب يطلع الجواب 3؟ طبعا أعداد صحيحة، ها فيش عندنا 3 ضرب 1، لذلك الثلاثة هو عدد أولي. الواحد حطينا على جنب، 2 حطينا عليه دائرة إنه هو عدد أولي، 3 عدد أولي. كل الأعداد اللي بسبب الثلاثة بدها تنزل من الغربال، بمعنى آخر من مضاعفات الثلاثة، بدها تنزل. شو أول عدد من مضاعفات الثلاثة اللي بده ينزل؟ 6، بس 6 صار نازل. قالوا اللي بعده ينزل؟ 9، 9 مش نازل. لذلك سأعطيكم دقيقة واحدة، دقيقة واحدة، آسف، دقيقتين مشان نضلكم مبسوطين، دقيقتين تنزل الأعداد اللي بتقسم على 3 غير الثلاث، الثلاثة كنا ظلت أولي. فلذلك عندنا دقيقتين، نحل فيها، تفضلوا. احنا هسه وصلنا حاول نصل هسه للحلول. احنا وصلنا انه 9 لازم تشطب. اذا شايفين عنا احنا اللي في اللون الازرق هني الاعداد اللي بتقسم على 3 ما كانت شيء ممحية من قبل. فين هنا اضافة 49 و77 و91 طلعن بزيادة. بس تعالوا اطلعوا بس على اللون الازرق، اللون الازرق 9 بتقسم على 3، ال 21 بتقسم على 3، ال 27 بتقسم على 3، انا بحكي هسه عن الاعداد اللي بتقسم على 3 ما نزلتش من الغربال بالمره الاولى. ماشي؟ احنا نفحص كمان مره اوكي، فبنرجع لكمان مره، اللي باللون الازرق، اللي باللون الازرق هن الاعداد اللي قسمت على 3 ونزلت من الغربال. فطلعوا عليهن اللي بكانش مشطبات، 9، 21، 27، في عنا 33، اللي في عنا كمان 51، كل الملونات باللون الازرق هن اللي بقسمن على 3، بقسمن على 3 وبكانش مشطبات من قبل. لذلك طلعوا عليهن في عنا الاعداد اللي هن باللون الازرق هن الاعداد اللي بنزل من الغربال بسبب انهن بقسمن على 3. كمل مشان ما ناخذش منكم كثير، اطلعوا على الخمسة، الخمسة لحد هسه بعد ما لها ما تشطبطش. معناها صار عندي 2 عدد أولي، الثلاثة عدد أولي، الخمسة بعدها مش مشطبة معناها هي عدد أولي. أنين الأعداد اللي بيقسمن على 5 ما كانش مشطبات
انتبهوا عندي بكر 25 ال 35 ال 55 ال 65 ال 85 ال 95 بدري عليكم. فانا هسه الاعداد اللي بتقسم على خمسة ما عدا الخمسة بدين شطبن. بسأل السؤال اني الاعداد اللي بيقسمن على خمسة شو ميزة الاعداد اللي بتقسم على خمسة؟ مظبوط، هن الاعداد اللي احادهن بيكون اما صفر او خمسة. الاعداد اللي كان عددهن او كان العدد الرقم الاحاد فيه صفر هن بالاصل انمحين لما احنا فحصنا مع اثنين، لانه يعني كلياتهم بيكونوا زوجيات. اذا طلعتوا على العمود اللي على اليمين في الاخر كل شطابين باللون الاصفر لما احنا تحدثنا عن اثنين. في قسم من الشطابين بسبب اللون الازرق اللي هو بيقسمن على ثلاث زي ال 15 ال 45 ال 75. هسا باللون الاحمر هن الاعداد هذول اللي ما نزلنش قبل، بس هسا نزلن من الغربال بسبب انهم بيقسمن على خمسه. حسب رايي هون انه في حاجه نتعلم درس قابليه القسمه على اعداد، يعني وين العدد بيقبل القسمه على اثنين؟ وين العدد بيقبل القسمه على خمسه؟ وين العدد بيقبل القسمه على ثلاث؟ وهكذا. راح نعمل درس عن قابليه القسمه. نجي بعدها السبعه لحد هسه بعدها مالها؟ ايضا بس شطبطش، معناها السبعه هي عدد اولي. فلحد هسه بالسطر الاول في عندي اثنين والثلاثه والخمسه والسبعه، هن مالهن؟ اعداد اوليه. خلينا نرجع على الواحد، الواحد ليش لا؟ لانه الواحد هو حاصل ضرب عدد في نفسه، اللي هو واحد ضرب واحد. احنا كنا لازم يكون العاملين مختلفين، لذلك الواحد حطيناه على جنب. طب التسعه؟ التسعه كنا ثلاثة ضرب ثلاث، واحد ضرب تسعة. مظبوط؟ فبنكمل. فبالسطر الأول في عنا الثلاثة، آسف، اثنين، ثلاثة، خمسة، سبعة، هن أعداد أولية. بنيجي على 11. أنين الأعداد اللي بيكبرني القسمة على 11؟ بغض النظر فعلا لأنه 11 قابلية القسمة على 11 ريحة. لأنه 11، 22، 33، 44، 55، الأعداد اللي أحداث الأحاد فيهن والعشرات متساويات، لحد المية بحكي. لما بكون الأحاد والعشرات متساويات معناها أكيد بيقسم على 11. فنطلع على فبنطلع عليهن 22، 33، 44، 55، 66، 77، وال 88 و 79 ممحيات من قبل. ففي عندنا ال 13 إلى آخره. فالأعداد هسه اللي ظلت عندنا مش مشطبة هي الأعداد الأولية. بعد ما عملنا الغربال هن هذول اللي ظلين. تعالوا نشوف شنو الأعداد الأولية لحتى المية. بدي أعطيكم هسه هون دقيقة، افحصوا هل عندكم زي ما طلع عندي الأعداد الأولية لحتى المية هن اثنين، ثلاث، خمسة إلى آخره، لحد 97، هاي في مجال المية. معكم دقيقة تفحصوا الحلول تبعتكم مع الحل اللي موجود قدامنا. اتفضلوا. دكة. حلو، ممتاز. انا متاكد انه حلتوه. اذا ما حلتوش بجوز غلطنا بواحد او اثنين، صلحون طبعا، بس اعرفوا شو السبب. فهذول الاعداد اللي موجوده هسه قدامنا هن اعداد اوليه حتى المية. بمعنى اذا انا بدي اجي ادور على تمرين ضرب، نفرض ل 83، فيش عندي امكانيه الا 83 ضرب واحد. على فكره كلات المشترك فيهن العامل واحد، يعني كل عدد باخذه لازم يكون العدد نفسه ضرب واحد، العدد نفسه ضرب واحد، العدد نفسه ضرب واحد.
لا يمكن في عندي اخرى حل. نكمل. تعالوا ناخذ 72. 72 هسه بدي احلل العوامل الاولية. ما معنى احلل العوامل؟ بتذكرنا لما كنا على الاعداد البناءة، الاعداد البناءة كنا انه انا ابني العدد بواسطة اعداد اولية. بعطيكم بس تلميح بس كبداية. 72 بتكون هي عبارة نفرض عن 2 ضرب 36. طلعوا 2 حطيتها بلون ازرق، ليش؟ لانه 2 هي عدد اولي، ال 36 خليتها بلون اسود، ليه؟ مزبوط، لانها هي قابله للتحليل، يعني بقدر انا احللها. بدي اعطيكم انا هسه دقيقه تكملوا التحليل تبع 72. تفضلوا. ممتاز. احنا نكمل هسه الحال. احنا اتفقنا 2 عدد اولي حطيناه بلون ازرق. بنكمل ال 36 ممكن نحللها. فاذا بنعمل ال 36 هي 2 ضرب 18. على فكره اذا واحد تكلم عن ال 36 بديش احط 2، بدي احط نفرض 3 ضرب 12 او كال 4 ضرب 9. صح ولا لا؟ الجواب صح. بس اذا كان 4 ضرب 9 بده ينتبه. الأربعة هي عدد قابل للتحليل، معناها بدي احللها، والتسعة قابل للتحليل برضه بدي احللها. ماشي؟ بس اسهل اني ابدا كانه في اول كل عدد اول بالترتيب، يعني هذا العدد بيقسم على 2 باخذ 2، اخر مره بيقسم على 2 باخذ 2، تخلص من 2. يعني انتبهوا معي هسه، ال 18 بعدها تقسم على 2، معناها 2 ضرب 9. التسعة هسه بقدرش اقسمها على 2، بنتكلم مين؟ للعدد الاول اللي اجى ورا 2 اللي هو 3. هل التسعة بتقسم على 3؟ الجواب نعم، لذلك بقدر احط 3. 3 ضرب قديش بيطلع الجواب؟ 9 ضرب 3، 3 اولي، الثلاث اولي. لذلك بقدر اكتب انا 72 كتمرين ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3. بتعرفوا في الـ في الـ في الضرب بسمح لي اعمل تبديل، بمعنى انه كنت بقدر اعمل نيجي نقول 2 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 2. ابدل الاعداد هاي اللي موجوده بالتمرين، لانه تمرين ضرب، واظن محافظ على نفس النتيجه. بدي اعطيكم هسه لكم انتم دقيقتين تحلوا التمارين التاليه، انت تحللوا هذول التمارين ال 20 وال 50 وال 42. معكم دقيقتين. تفضلوا.
طيب تعال نشوف شو الحلوة اللي وصلنا لها. تعال نبدأ بالأول. العشرين، العشرين ليش نعرف مرة على فكرة التحليل اللي عملناه قبل بسموه طريقة الشجرة، على أساس إنه كيلو بس شجرة مقلوبة، كأنه في عنا العدد فروع وفروع وفروع تمنى أوصل لكل الأعداد الأولية، فيش حاجة. وعلى فكرة في مع التدريب ومع التجربة ومع كذا بتحل تمارين أكثر، بس تعرف الأجوبة بدون ما تحلها لشجرة. العشرين هي تساوي 2 ضرب 2 ضرب 5. طب وإذا واحد عمل 5 ضرب 2 ضرب 2 نفس الجواب. الأهم من هذا كلياته إنه لازم يكون عندنا الأعداد اللي موجودة في التمرين أعداد أولية. وتذكروا الأعداد اللي كتبناهن، الأعداد الأولية لحتى 100. المثال الآخر اللي كان 50 اللي هو كان 2 ضرب 5 ضرب 5. طب وإذا واحد عمل 5 ضرب 5 ضرب 2 برضه صح، واللي عمل 5 ضرب 2 ضرب 5 برضه صح، كنا التبادل في عملية الضرب مسموحة. 42 بالعمل دخلت 42 لأنه فيها 2 ضرب 3 ضرب 7. ننتقل للتحدي. شو التحدي؟ التحدي هاي وظيفة لكم هسه بخلي لكم إياها لمدة دقيقتين أو حتى ثلاثة اللي تكتبوها أنتوا تحلوها وتبعثوها لمعلمينكم. كم عدد الأعداد الأولية الزوجية؟ كديش عددهن؟ بتقول لي 5، قول لي ليش؟ قلت لي 10، قول لي ليش؟ قول لي بنعرف ايش قديش؟ برضو ليش؟ شو رأيكم العدد واحد؟ أفسر، شرحناها، شرحناها أكثر بالحديث، ما كتبناش كتابة، بدك تكتبها أنت لمعلمك، لأن المعلم لما بشوف الفيلم بفهمش علينا كثير ليش أخذنا الواحد حطناه على جنب. بدي حاصل جمع عددين أوليين يطلع الجواب عدد أولي. طلع عددين أوليين أجمعهن مع بعض يطلع الجواب عدد أولي. حتى كده لازم يكون مفسر ليش. بدي حاصل جمع ثلاث أعداد أولية يطلعن 38. السؤال اللي بعده، تخيل لو إحنا عملنا الجدول أكثر من 100، شو أول عدد أولي بيجي بعد 100؟ بعطيكم أنا مدة دقيقتين تكتبوا الأسئلة هاي وتحلوها وتبعثوها لأستاذكم. تفضلوا اكتبوا التمارين. طلابي يعطيكم العافية، بعد ما انتم كتبتوا هذول الأسئلة قلت لكم تجربوا تحلوهن تبعثوهن لمعلمكم تفحصوهن، وهيك الدرس انتهى. كل اللي بقدر أقول لكم إياه، إلى اللقاء، عطلة سعيدة، سلامات.